مشاهدينا بجد التحيه بحضراتكم، وصلنا دلوقتي لاخر فقراتنا، فقره ويكند من النهارده. واحد من اللي قدروا ينتزعوا اهات الجماهير من خلال مهاراته وقدراته على التلاعب بدفاع الخصوم وهو النجم جمال حمزه لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، اللي كان شعاره ويكند طوال مسيرته الناجحه بالملعب. جمال حمزه بشعار ويكند كان احد افراد الجيل الذهبي لمنتخب الشباب الحاصل على برونزيه كاس العالم للشباب عام 2001. بشعار ويكند خاض جمال حمزه تجربه احتراف بصفوف مايز الالماني، حقق العديد من البطولات الافريقيه والمحليه مع نادي الزمالك. نفس شعار ويكند كان جمال حمزه احد هدافي مباريات القمه من خلال اهدافه مع الزمالك بشباك النادي الاهلي. هنشوف دلوقتي مع بعض تقرير عن نجمنا النهارده نجم ويكند جمال حمزه، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. أحد المواهب المميزة على مدار تاريخ الكرة المصرية التي لقبته الجماهير بمارادونا، النجم الأرجنتيني، نظرا لمهاراته الرائعة وقدراته على التلاعب بدفاع الخصوم. إنه جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الذي حقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته. جمال محمد سعيد حمزة، مواليد 5 ديسمبر عام 81، بدأ مسيرته مع الكرة من خلال ناشئ نادي الزمالك، إلى أن فرض موهبته على الجميع ليتم تصعيده للفريق الأول ويبدأ مشوار تحقيق البطولات. وخاض تجربة احتراف في صفوف ماينز الألماني، وعاد إلى مصر مجددا باللعب بصفوف نادي الجونة، ولعب أيضا لصفوف مصر المقصة وحرس الحدود، قبل أن يزدل الستار على مشواره الكروي ويعلن اعتزاله ويتجه لمجال التدريب. وعلى المستوى الدولي كان جمال حمزة أحد أفراد كتيبة منتخب الشباب التي سطرت التاريخ وحصدت الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم 2001 مع المدير الفني شوقي غريب، حيث كان جمال هو المهاجم الأساسي للفراعنة الصغار والمتخصص الأول في تسديد ركلات الجزاء، وانضم بعد ذلك لصفوف المنتخب الأول خلال الفترة التي تولى فيها محسن صالح القيادة الفنية للفراعنة. ومع الزمالك كان جمال حمزة أحد أفراد الجيل الذهبي للزمالك ببداية الألفية الجديدة الذي حصد معه العديد من البطولات، كان أبرزها الفوز بمسابقة الدوري 3 مرات وبطولتين كأس السوبر المصري وبطولتين كأس مصر وبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة كأس السوبر المصري السعودي والبطولة العربية. ونظرا لقيمة اللاعب كان أحد أهم الأوراق الرابحة للزمالك خلال مباريات القمة أمام الأهلي، مما جعله يتواجد في قائمة هداف الزمالك خلال مباريات الأهلي بعد أن هز الشباك الحمراء في أكثر من مناسبة، أبرزهم هدف في مباراة نهائي الكأس الشهيرة عام 2007 التي انتهت بفوز أصحاب الرداء الأحمر 4 أهداف مقابل 3 بمباراة درامية، فضلا عن هدفه بشباك الحارس المخضرم عصام الحضري بالمباراة التي انتهت بفوز أصحاب الرداء الأبيض 3 أهداف مقابل هدف. جمال حمزة بعد ما كان شعاره ويكند بمشواره في الملاعب قرر الاتجاه للتدريب بعد ما أعلن اعتزاله عشان يبدأ مشوار تحدي جديد من خلال دخوله في مجال التدريب. طبعا كل التوفيق أكيد لواحد من نجوم مصر نجوم نادي الزمالك كابتن جمال حمزة. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا، أخبارنا النهاردة خلصت، نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من تايم لايف. دمتم في أمان الله.